Hi, grade 5, it's Miss Sandy Nabil. Happy to be with you today. Hope to enjoy your time with me. Our lesson today is talking about energy. Unit 1, energy. What's meaning by energy? Energy, it's ability to do work. It's ability to do work. يعني إن أنا أقدر أعمل شغل أو أقدر أشتغل. لو أنا مش آكل كويس أنا مش هقدر أشتغل. هلاقي نفسي مش قادر أعمل أي حاجة. ليه؟ لأن أنا ما عنديش energy. لو أنا آكل كويس هلاقي نفسي عندي energy فهقدر أشتغل، هقدر أعمل الشغل اللي مطلوب مني. أقدر أنزل أجري، أقدر أعمل رياضة، أقدر أزيح ترابيزة مع مامتي. كل الحاجات دي محتاجة energy. يبقى الانرجي it's a ability. كلمة ability يعني أقدر. To do work يعني إن أنا أقدر أشتغل. يبقى الانرجي it's a ability to do work. أوكي؟ يبقى الانرجي هي الطاقة بتاعتنا اللي بتخلينا نشتغل. Forms of energy. إيه أشكال الانرجي أو إيه أنواع الانرجي عندنا؟ Forms of energy. Sound energy. أي حاجة بتطلع صوت، سواء من آلة موسيقية أو مثلا بطبل، أي حاجة بتطلع صوت، حتى الصوت اللي انتوا سامعينه ده اسمه sound energy. اسمه sound energy. يبقى from forms of energy، من أنواع الانرجي sound energy. عندنا كمان من ضمن الفورمز أو أنواع الانرجي electric energy. electric energy اللي هي اللي موجودة في أي سلك كهرباء اسمها electric energy، ودي بتكهربنا ما ينفعش نقرب منها. electric energy. كمان عندنا magnetic energy. magnetic energy هي الانرجي produced from a magnet. لو جبت مسمار وقربته للماجنت هلاقي المغناطيس شد المسمار. القوة دي اسمها magnetic energy. يبقى عندنا sound energy, electric energy, magnetic energy. وعندنا كمان forms تانية، بس أهم حاجة عندنا النهاردة هي light energy، لأن هو ده درس النهاردة. light energy comes from the lamp. هي النور اللي طالع من اللمبة أو من أي حاجة بتطلع نور اسمها light energy. واوعى تنسى ان light energy هي forms of energy، يعني أنواع من ضمن أنواع الانرجي. يبقى light energy it's a form of energy، هو نوع من أنواع الانرجي. طب هل في energy أنا مش بشوفها أو energy أنا بشوفها؟ طب خلي بالك، visible spectrum هو النور اللي أنا بشوفه. Visible spectrum, it is the light energy that can be seen. يعني النور اللي أنا بشوفه سميناه visible spectrum، اللي هو اللي أنت بتشوفه بعينيك، اللي طالع من اللمبة أو طالع من الشمس، ده اسمه visible spectrum. Visible spectrum هو light energy can be seen، النور اللي أنا بقدر أشوفه. وده يخلينا نروح لسؤال تاني خالص، هو في حاجات أنا مش بشوفها؟ آه طبعا، زي مثلا الساوند انرجي. هل انت بتشوف صوتي لما وهو طالع لغايه ما يوصل لك؟ لا طبعا. طب هل انت بتشوف حتى الهيت، بتشوف الحراره؟ لا طبعا. طب هل انت بتشوف القوه بتاعه الماجنتيك انرجي؟ لا طبعا. يبقى في حاجات بتشوفها وفي حاجات ما بتشوفهاش. الحاجات اللي بشوفها اسمها visible spectrum. visible spectrum هو light energy that can be seen. Sources of light. Sources of light يعني مين اللي بيطلع لنا light؟ أكيد في حاجات كتير قوي بتطلع لنا light، فاحنا قسمناهم classified into two sources. Natural sources يعني مصادر طبيعية، خلاص. And artificial sources مصادر مش طبيعية made by man. Natural sources like sun، أكيد الشمس، وكمان الستارز.
Sun and stars are natural sources. Sun and stars are natural sources. Sun, الشمس والستارز هم مصادر طبيعية، ربنا هو اللي خلقهم. Artificial sources. Artificial sources يعني إحنا اللي عملناهم أو made by man. Like kerosene lamp, electric lamp, candles. Electric lamp هي اللمبة العادية بتاعتنا، اللمبة اللي بالكهرباء. Candles اللي هي الشمعة. Kerosene lamp اللي هي دي لامب قديمة شوية كانوا بيستخدموها جدودنا، بتشتغل بالكيروسين أو البنزين. تمام، بس دي ما بقتش موجودة دلوقتي، احنا معظم الناس عندنا شغالة بالإلكتريك لامب. يبقى artificial source عندنا like electric lamp، تمام، candles، كيروسين لامب. main source of light يعني main source. main source يعني المصدر الأساسي اللي بيدينا النور على الأرض. لو انت جيت فكرت شوية وقعدت تفكر مين اكتر اهم او اهم حاجة بتدينا نور، اكيد اكيد هي الصن. الصن عندنا هو اهم تقريبا source of light on earth. طب المون، واحد يقول لي ده المون بيبان يميس في السماء منور وجميل. انا فعلا 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 المون ده من غيره احنا ما ينفعش، يعني ما ينفعش نعيش، ده منور لنا الدنيا جدا. على فكرة خلي بالك ان المون فعلا فعلا بيبان منور، لكن هو في الاساس مش منور، هو it's a dark body. خلناها السنة اللي فاتت it's a dark body يعني حتة ضلمة جدا، بس الفكرة ان هو بيعمل ايه، بصوا كده ادي المون ودي الصن، هو بيعمل زي الميرور، it's reflect the sunlight يعني هو بياخد اهو ادي الصن وبينزل الصن، بتنزل النور بتاعها على المون، المون بيبقى يعكسه للايه، للارض تاني. يبقى the moon reflects the sunlight. The moon القمر اهو reflect بيعكس the sunlight، كأن معاك مراية وبينزل عليها الشمس فبتعكسها على الايه، الحيطة. هل المراية اصلا بتنور؟ لا، هي reflect the sunlight بتعكس الايه، النور. زي بالظبط المون، زي بالظبط المون. يبقى المون it is a dark body but it reflects the sun the sunlight، بتعكس أشعة الشمس. فعلا the moon seems luminous. luminous equal shiny. luminous equal shiny يعني بيبان منور. اوكي، المون بيبان منور بس استحالة نقول عليه source of light، مصدر من مصادر اللايت. give reason. the moon appears luminous. ليه القمر بيبان منور مع انه اصلا dark body؟ because it reflects the sunlight. يبقى the moon appears luminous because it reflects the sunlight، لان هو بيعكس اشعة الشمس. اهو ادي المون reflects the sunlight. hope to understand me and I'm finished today. thank you and goodbye. كان معاكم ميس ساندي نبيل.